الله يبارك فيك. لالا فاطمه من القنيطره، صباح الخير. صباح النور، كي داير لاباس عليكم؟ لاباس عليك، سمحتي؟ الحمد لله الحمد لله. جعانين هي والله، لا كنصفوا على الدجاج واللحم. اي والله يذوم محبه، والله يخليكم دائما حد قات. اختي غنعطيك واحد طريقه البسطيله، عي جربت البارح وعجبتني يعني، وبغيت نقسمها معكم يعني، كتجي زوينه ونقيه. بسطيله مثلا بسطيله كبيره ديال المناسبه ديال 12 واحد حتى 14 واحد. كناخذوا كيلو الكروفيت منقي، منقي معبور كيلو، ماشي كتشري بالقشور تاع كيلو الكروفيت يكون منقي. بعد ما راه كيكون كونجوري كيخليها ربعه ولا ربعه ونص. يكون منقي ويكون طري. كناخذوا كيلو الكالامار يكون دواور. كيلو كيلو الهبرات معبوره، عبره ماشي الحوت. وجوج كيلو هبرات الحوت. ايه ماشي مثلا شري حوت عاد نحيد لها الراس فين نص كيلو عاد السنسول فيه رابع يعني، فهمتيني؟ نعم. يعني كنقول يكون المقادير تقريبا واحد 100 غرام ديال الشعريه، نقوي الشعريه باش نعرفوا شنو غناكلوا الحوت. ثانيه ايه كندير حق الشامبينيو كبير داك اللي صحيح، من بعد نغسلوه نقطعوه طريفات. حق الشامبينيو ناخذوا ساشيه ديال الشامبينيو الكحل اسود، ساشي نقدوه في الماء طايب شي جمرات ولا ثلاثه باش تحيد من الرمله. واحد زليفه ربع صغيره قزبر ومعدنوس يكون ناشف ورقيق، زليفه مخلطه بين والعطريه ومعدنوس. ايه والعطريه الحوت قزبر ومعدنوس رقاق. ايه والعطريه الحوت، واللي بغا دير البور وانا البارح ما درتوش. عطريه ما عنديش ما درتوش. دابا ملي كناخذوا هاد الكروفيت وهاد الكالامار وهذا، كل واحد مثلا هاد الكروفيت كندير معلقه صغيره ديال الزبيده وشويه زيت بلديه وكنحك تويمه وحده وكنديو وكنجيبو زعطريه لا بزر لا والو، هادي ما فيها لا بزر لا والو يعني نحطو جانبان. الكالامار كنديرو فواحد الكويسرينه كندير فيه جوريقه سيدنا موسى ومليحه وكنسلقو كنحطو جانبان يعني مفهوم. العبرات الحوت كنديرها تصعد في الفرن غير تصعد ونحيدو نحطها جانبان، ما نطيبش هادشي بزاف. العبره غير تصعد كندير فيها زويته بلديه، قلنا الكروفيت معلقه الزبده والثومه. والكلام نسلقوه، الكلام نسلقوه سيدنا ورقه سيدنا موسى. ونسخيو سوا نسوطيه زويته بلديه زبيده مليحه تويمه شويه ربيع. ربيع ما كنديروش في الاول، كنسوطيه بغيت نطفي البوطان نديو نجيبو نحيدو كلشي بقى خدام. والهبرات الحوت مليحه كلشي نسهدوها. مليحه ورقه سيدنا موسى وزويته بلديه وندخلو الفران. مي كنخرجو كنحطو جانبين. الشعريه كنصفيوها كنصوطيوها مليحه زويته بلديه زبيده شويه القزبر ومعدنوس. الشامبينو الاسود نفس الطريقه، الكحل نفس الطريقه، الكحل نقطعوه رقيق بحال قد العديسه، والشامبينو الكبير نقسموه هذيك على ثلاثه الطرف. صافي دابا دابا هادشي صافي مفهوم. كناخذو الخلاط كنديرو عصير الحامض، ندير واحد جوج حامضات في العصير ديالهم حيت دابا الحامض ما فيهش الماء. وكنديرو حامضة مصيرة مقطعة رقيقة، عصير الحامض حامضة مرقدة مرقدة بلا عظم بلا والو، يعني بالقشور بلا عظم. بالقشورة بكلشي. كناخذ واحد خمسة الحبات الكورنيشو ولا ستة كنحكهم في الحكاكة وزي ما كنديرو في الخلاط. الحبات الكورنيشو كنديرو واحد شوية سكينجبير في خضر طري محكوك في الحكاكة ونديرو في الخلاط. سكينجبير خضر هي، وكنديرو صلصة سوجا ثلاثة معالق حتى ربعة صلصة سوجا، ونديرو واحد ثلاثة معالق، أنا حتى ما كنعبرش كنديرو واحد ثلاثة معالق كبار ثلاثة معالق كبار ديال الموطاد. ثلاثة معالق كبار موطاد وواحد المعلقة كبيرة ديال الزبدة. معلقه كبيره زبده، خاصنا نردو البال من الملحه هنايا. دابا انا ما قلت ما درتش كاع الملحه. لا دابا غير بالنسبه للناس هذا باش ما يملحوا شيء. كناخذ واحد راس الموز ديال قاع قله، راس الموز ديال قاع قله ولا عطريه الحوت، وكنشدو هادشي كله كنطحنو كيعطيك واحد الكريمه ثقيله بحال اللي غندورو الحريره ثقيله. يعني مفهوم، كنشدو هاد العطريه كنفرقوها كندير شويه في الكلامه شويه في الكروفيت شويه في هبره الحوت شويه في الشعريه شويه في الشامبينيو الكحل شويه في الشامبينيو البيض، ما نخلطوش هادشي كل حاجه بوحديتها. دابا مفهوم؟ اييه مفهوم. ما نطيبو لو نخلطو نخليوه يرقد، ما
مثلا واحد ربعه السوايع على خمسه حنا باقيين ما غاديش شفت المستلخصه تاع عمر تدخل الفران. فهم دابا حنا غناخذوا الورقه غنخلطوا الزبده والزيت وندهنوا نديروا الطبقه الاولى ديال الشعريه. نعم راه هي محموده واحد المذاق انت قبل ما تطيبها دوقي غادي يعجبك هذه الصلصه مع محموده زوينه. والسيده اللي بغات تزيدها ريسه سوزنيه اختياريه حيت في المناسبه ما يمكنش ديري ذوقك وتنسي ذوق الناس. ذوق الناس كاين اللي ما كيبغيش شيء الحار وكاين كل واحد ونقبطوا الطبقه فوق الشعريه كنديروا الكلامر كنبداو من الجناب حيت الناس كياكلوا غير الجناب الوسط بعد ما كنوصلوش. عمري الجناب مزيان الوسط رشي. كنديروا فوق داك الكروفيت. كنديروا فوق ديك الشامبينيو. نعم كنخليو الشامبينيو الكحل هو الاخر كنرشو فوقها من الفوق وكنحكو واحد شويه فرماج وكنسدوها مزيان وكندهنوها وندخلوها للفران. ملي كطيب كنطفي الفران طافي الفران كنحكو عليها شويه فرماج ومن بعد كنخرجوها كنقسمو حجر الطحان باش كنكفيهم في الوسط وكنزوقو بالكروفيت داك الكبير غويال ونقدموها زوينه يعني كتجي رائعه واحد المذاق كتجي نقيه وداك الربيع ما كاين لا تحميره لا ماتشات الحك يعني راه كتجي فنه فنه. ودابا نصيفطها لك ان شاء الله ما كايناش في داري ما عنديش كونيكسيون ان شاء الله دابا نشوفوها وغادي نجربوها ماشي غير غنشوفوها يعني سيدات ما يعكزوش ونصبوا لها واحد الصاص. راه شوفي فاش كنكونوا دابا كنقولوا الوصفه كتبان طويله وهي راه ماشي وراه ساهله ساهله دغيا دغيا ونقدموا نقبطوا عصير الحام نديروا في الخلاط ونديروا فيه شويه ديال المايونيز ونديروا فيه واحد شويه ديال عطيت الحوت ولا اللي كتبغي الضامه ديال الحوت وشويه زبده دايبه وحنا كنخلطوا خاصنا ناخذوا واحد الصلصه تكون خاطره يعني غير هاد الصلصه في عصير الحام ومايونيز و ودامة ديال وزبيدة دايبة يعني كتجي بنينة ومني كتبرد كتقال وانتي كترشي معلقة فوق دغيما اللي غتاكلي وكتاكلي يعني بالصحة والراحة الله يعطيك الصحة يا لالة وكنطلب السيدات يصاوبوا ويجربوا ان شاء الله على الراس والعين لالة فاطمة بارك الله عليك شكرا لك على هذا الوصال اللي قدمتي لنا اليوم وتحية لكل السيدات هذه بسطيلة يعني ديال المناسبات اللي عطاتنا لالة فاطمة وغير بشرط ان كما قالت يعني انا بغينا نقتنيو الحوت فناخذوا الحوت يعني المقادير اللي قلتنا لان كيلو ديال الكروفيت ما ناخذوش يعني بقشوره خاصو يكون منقي ناضي وطري باش يعطينا كيلو ديال الحوت الهبره كذلك ديال الحوت ماشي حوته وعاد غنقسموها لان كنحيدوا السنسول ونحيدوا الراس ما كيبقى فيها والو وبالنسبه للكالامار حتى هو غادي ناخذوه دواور ومعبور يعني بالكيلو والشعريه الى غير ذلك والشامبينيون هذا وغادي نديروا العطريه ديالنا ونبداو نمونطيو البسطيله وبالصحه والراحه